زماني جار علي والدنيا وقفت ضدي، ضلّا روحي سورية وغير بلادي ما بدي. لسا مصدقة إنه بلادك بعدها بتعطي حنية، الله يعينك على عقلاتك صرنا أوادم منسية. فيها خلقت وفيها ربيت وما بتركها لو تركتني، لو عشت بعلبة كبريت ولو من لقمتها حرمتني. بين الواقع والأحلام في فارق يا نور عيني، والتعبان ما بينلام ولا بيرتاح بغنية. ما عم غني لا ترتاح هاي شارة تمثيلية، انت صار اسمك جراح وانا سموني جورية. تقبرني جراح، معك شي ملبسة على نعناع؟ شو هاد؟ لك ملبسة على نعناع، والله دخت بريحة المازوت والعبقة والنطرة وبدني خبط هيك كله سوا. ايه سلامة بدنك ودخلك ملبست النعنع، شو بتعمل لك؟ مضاد للدوخة يعني؟ لك لا بس بتصحصح شوي. هاي وصفات امك اكيد مو هيك؟ هلأ معك ولا لا؟ إلك بالعادة تحمل كم وحدة بجيبتك؟ دقيقة لشوف. معي عزبدة بيمشي الحال ولا هاي للوتاب؟ لك هاتا وبلا برادة هاتا. تفضلي. يسلموا هالإيدين يا رب. وبعدين مع العلقة يا جماعة، اقسم بالله شي بيقرف الطلعة من البيت، لأو هيك نعتبر منتصرين. ايه أخي المواطن الجريء تفضل. نعم أخي السائق الحبيب. ليك في ورقة فوق راسي شايفة؟ ايه شايفة. دخلك شو مكتوب فيها؟ ما بعرف اقرأ. لك يا جماعة اللي بيعرف يقرأ يقرأ له ياها للأخ. أنا بقرأ له ياها يا سيدي. مكتوب ممنوع الحكي بالسياسة داخل السرفيس، وكل مين على دينه الله يعينه. يا عين عليك، فهمت أخي؟ ممنوع تحكي بالسياسي والدين بقلب السيرفيس، طالع السائر اللي جواتك بس تنزل من السيرفيس. منيح أخي؟ ما شاء الله حولك، بس ما فهمت مين حكى بالسياسي عدم المؤاخذة. أنت أخي، الكلام المسموح بالسيرفيس عندي هو يا رف الريش، الله بيهون علينا، الله ييسر الأمر، غير هيك صار اسمه سياسي. بقى الله يرضى عليك، ومن الآخر بلع كلامك وعض على لسانك، وخلينا نقطع هالحاجز بدون أضرار لا مادية ولا بشرية ولا معنوية. أمرك أخي، بس يكون بعلمك إذا منضل ساكتين على هالقصص ومنضل نمرق وندفش ونطنش راح نقضي عمرنا على الطرقات. لك الله يقطع عمرك شو غليظ وسميك دم. لك يعني هلأ إذا طولت لسانك واحتجيت وركبت راسك راح يمشي السير؟ لا والله الحاجز راح يقلنا، لأن السيد جيبارا معكم بالسربيس راح يمشينا. يا أخي يستر على عرضك أنت وهو، والله مناقصنا نقار وندبة، اللي فينا مكفينا. خلص لك أخي، كل واحد التقي بحاله. لك تصطف له حدكم جهنم، انطروا وتأخروا على أشغالكم وخليكم خرسانين. أخي ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. دخلك شو بتشتغل حضرتك لحتى كل هالقد خايف ما تأخر على شغلك؟ يعني كل هالقد منصبك مهم؟ أنا متطوع بالدفاع الوطني. إيه والنعم. طيب شو اختصاصك؟ تعفيش. وبهالنطرة هاي انت ما بتعرف شو راح علي رزق. اي والله معه حق الزلمة يا اخي. لك شو بدك فيهم انت؟ شو لك علاقة؟ سدي يعني عدم المؤاخذة، لو انه العينتين استاذ مدرسة كان بيقول الواحد عمرين الطلاب ما بيأثر، الوطن ما بيزعل. صحيح. ولو دكتور بيقول الواحد لجهنم المرضى عادي ما بتتعطل مصلحة الوطن. ولو موظف بيقول الواحد حدن البلا المراجعين مثل بعضه، لانه كمان ما بتتعطل مصلحة الوطن. بس واحد من حماة الوطن يتأخر على تعفيشته إساعتها أكيد بده يزعل الوطن وتتعطل مصلحته، لأنه هدول هنن ولاده الحقيقيين، مو هيك أخي الكريم؟ طبعاً، لأنه حسب توجيهات السيد الرئيس هذا الوطن حلال زلال للناس اللي بتدافع عنه، ونحن اللي دافعنا عنه ونحن ولاده. عضة كوساية ومنخلص من الحاجز. مثل بعضها ستي، عقلبي أحلى من العسل، ضل ناطر بالسيرفيس كل العمر ولا أوصل لعند أهلك. جراح عم أمزح له. ها ليكو شرف حامي الحمى، طلعي عليه، ما بتحسي مثل المومياء جلدة وعظمة؟ هويتك. تفضل. بالعادة كنا نجمع لكم ياهن، شو عدا ما بدا؟ بدكن تشوفونا واحد واحد؟ بلا هضامي أخي المواطن الغليظ، فوق ما جايبين لكن جهاز جديد لكشف المتفجرات والمفخخات لنحافظ على حياتكن، عم تتمألسوا علينا. لك لا أخي، هو بيحب المزح. ما حدا حكى معك أنت، خليك بحالك. الله لا يقيمك. أنت مرته يعني؟ إيه نعم مرتي. ما حدا حكى معك أنت؟ الله لا يقيمك،
ايه مرته سيدي، قصدي اخي العنصر. مبسوطة معه؟ شو إلك علاقة انت؟ التهي بشغلك وبلا تفقيس. لمين الحكي؟ إلك يعني لمين الحكي؟ ايوة اتفضل لعندي. ليش بقى؟ فيش اسمي، اذا علي شي بنزل معك، واذا ما علي شي ما بيحقلك تنزلني. ايوة حضرتك سويسري؟ لا سوري. طيب ما زالك سوري، بتنزل معي بالصرماي ولا بالبوط؟ اي بيناسبك اكتر؟ لو سمحت وزين كلامك وما في داعي لهالحكي، يعني على اساس خلصنا منه وعلى اساس جايتكم تعليمات باحترام المواطن. اي صح، باحترام المواطن الشريف مو الكر. نزيل احسن ما اسحبك من الشباك. شباب خلص زميل، زراعة بدأني هالمرة، اكيد الاخ ما بيقصد ولا تأخرنا على شغلنا. زميل قلت لي، حضرتك مين؟ زميلك بالدفاع الوطني، اختصاص تعفيش، قسم الكهربائيات، مكان العمل مخيم اليرموك، وأنا تأخرت كتير. يا أهلين تشرفنا، هالمرة من شانك رح أتركوا لهالكر. لك روح يخلي لنا إياكن ويخلي سيادة الرئيس فوق راسنا وراسكن. خود تضرب بهويتك وبصورة هويتك، امشي يلا. خلص جراح فرطة بقى، والله مو حرزاني، رح نوصل عبيت أهلي، فريت خلقتك بقى يو. لك آخ بس آخ، والله العظيم أحياناً بقول هالبلد بدها حرق كلها بقلب بعضها، عقد ما بنقهر من هالأشكال هاي. لك شو خص البلد؟ إذا في كم واحد بلا شرف بتحكي هيك؟ كم واحد؟ قولي كم واحد نضيف فيها. إيه هلأ أنت كمان مانك قليل، إيه لسانك بسبع شطلات ما شاء الله، ما بتحسب حساب لشي. إيه ما حلك تعرف إنه هالبلد مو إلنا، لك نحنا مو ولادة. لا ستي إنا ونحنا ولادة، ونحنا أهم شي، نحنا الأساس، وبدوننا ما في بلد اسمه سوريا الأسد. خود بقى كيف هي ونحن ناس مغلوب على أمرنا؟ هاي البلد سوريا الأسد لمين يا ست جورية؟ للحرامي اللي بيسرق أولاده، وللمسؤول اللي بيركب عولاده، وللمخبرين اللي بيجنوا عولاده، وحتى هدول هنن البلد. شفتي نحن أولاده، بدوننا نحن ما في حرامي لأنه نحن اللي عم ننسرق، ولا في مسؤول لأنه نحن اللي عم ننزل، وما في مخبر لأنه نحن اللي عم نتبهدل. يعني بدوننا لا يوجد شيء اسمه سوريا الأسد، نحن عواميد الوطن يا جورية الله يرضى عليكي. هلأ شوف كلامك فيه وجهة نظر، المهم شو بدنا نفوت بإيدنا لعند أهلي؟ لك رح نوصل يو. أنا برأيي ما في داعي نفوت معنا شيء، نحن منكفي. لا والله مي حلوة، عيب ولو. لك هلأ يا بنت الحلال، أهلك شبيحة، عايشين ليشبحوا أولاد البلد، أحلى هدية منقدم لهم ياها هي نحن، صدقيني نحن أولاد البلد الحقيقيين، بدوننا ما في شبيحة. مهما زماني جار علي والدنيا وقفت ضدي، بضل روحي سورية وغير بلادي ما بدي. لسا مصدقة إنه بلادك بعدها بتعطي حنية، الله يعينك على عقلاتك، صرنا أوادم منسية. فيها خلقت وفيها ربيت وما بتركها لو تركتني، لو عشت بعلبة كبريت ولو من لقمتها حرمتني. بين الواقع والأحلام في فارق يا نور عيني، والتعبان ما بينلام ولا بيرتاح بغنية. ما عم غني لا ترتاح، هاي شارة تمثيلية، انت صار اسمك جراح وانا سموني جورية.